الهلال الأحمر المغربي في بنمسيك تيدير واحد العملية تاع شتاء دافئ، يعني شنو الوقت تاع هذه العملية؟ إمتى تبدا وإمتى تنتهي هذه العملية شتاء دافئ؟ هو في الواقع أن هذه العملية الإنسانية اللي كنديروا في توزيع الملابس ما كتعمش غير شتاء دافئ، بل في طول السنه كنعملوا على توزيع الملابس. كل ما توفر لنا العدد الكافي ديال الملابس اللي البديغه اللي كيقوموا بها هاد المتطوعين اللي قدامكم هنا كيجمعوا هاد الملابس. الوقت اللي جمعنا واحد الحصه كبيره كنقوموا بتوزيعها عبر المراكز التابعه لجهه مدينه الدار البيضاء، وكاين بعض المرات اللي كنخرجوا خارج مدينه الدار البيضاء في الدواوير وفي المضاشير اللي كاينين في عبر التراب الوطني، وكنوزعوا هاد الملابس على طول السنه. وما كاينش غير توزيع الملابس، بل كنقوموا بعمليات اخرى فيها عمليات الاعضاء اللي كنقوموا بها، كذلك اللي كيقوم بها المكتب ديال الهلال الاحمر ديال بن مسيك داخل التراب وخارج التراب ديال العماله، وكذلك عمليه ديال الافطار، عمليه ديال توزيع القفه الرمضانيه. فهذه الاعمال الانسانيه الخيريه كيقوم بها كذلك، وفي اطار الشراكه مع من المندوبيه ديال وزاره التربيه الوطنيه كنقوموا بالتكوين ديال تلامد وبتصحيح البصر ديالهم، صحبه واحد نادي روتاري اللي كيتعاون معنا في هذا الاطار، في اطار الشراكه. هذا نادي روتاري ديال البيضاء، لانه كاين واحد المجموعه ديال الانديه ديال روتاري، ولكن هو نادي روتاري دويان العميد. متى تجيبوا هاد الملابس اللي تيتم التوزيع ديالها؟ واش مساهمات ديال مجهودات تاع المتطوعين ولا عندكم شراكات ولا؟ هذه كاينه مجهودات اولا ديال المتطوعين اللي هما امامكم الان، اللي كيقوموا بهذا التهيئ ديال الملابس، وكذلك كاين هذا النادي روتاري اللي عنده واحد العلاقات مع شركات اللي كيقوموا بتجهيز الملابس، كيعطيوهم واحد المجموعه ديال الملابس وكنقوموا حنا بتوزيعها. فالشكر موصول لهذا النادي ديال روتاري البيضاء دويان العميد، لانه كاين كما قلت سبق لي قلت بانه كاين مجموعه ديال الانديه روتاري، ولكن بالضبط نادي روتاري البيضاء دويان هذا هو اللي كيقوم بمساعدتنا وكيشاركنا في جميع التظاهرات اللي كنقوموا بها الانسانيه اللي كيقوم بها الهلال الاحمر داخل التراب ديال الدار البيضاء. واش هي الفئات اللي تستافد من هذه الملابس هذه؟ الفئه الهشه، انه سواء على صعيد المراكز في توزيع الملابس. بالنسبه للساكنه كنقوموا لا المتطوعين اللي هما امامكم الان او لا في شخص واحد السيده الكاتبه العامه اللي هي اللي كتشرف اصلا على هذه العمليه كلها، اللي كنشكرها من هذا المنبر هذا، الاخت فاتحه وكيم مع المجموعه ديال المتطوعين اللي هما امامكم كيقوموا بجمع هذه الملابس وتوزيعها عن طوائية وسميتو، وكيلمسوا هذيك الفئات الهشه. فئات الهشه بالنسبه للساكنه في اطار الاعذار، وكما قلت في المدارس والمؤسسات التعليميه تصحيح البصر واعطاء النظارات، وكذلك في توزيع الملابس عبر المراكز المتواجده في مدينه الدار البيضاء. اذا انتم ما تتركزوش على بالمسيك، مقاطعه بالمسيك بوحدها، ولكن انا ما حنا بحكم انه الهلال الاحمر كيشمل الوطن، وبحكم الهلال الاحمر انه المركز ولا سميته هو واحد المؤسسه اللي كتحظى بالرعايه ديال صاحب الجلاله، وبحكم الرئيسه ديالها هي صاحبه السمو الملكي لاله مالكه الله يرحمها، حيت هي اللي كانت ترأس الهلال الاحمر على صعيد المغرب. فما كنسعاوش باش نمسوا غير الطبقه الهشه ديال المنطقه ديال بلمسيك، ولكن جميع التراب الوطني وكذلك التراب عبر جهه الدار البيضاء.